مو فرقة التاسعة طبته الجهاز بس. يا ابو هلا خيلا Thank you.
طيب راح يطيق Thank you.
راح يضرب راح يطق. طيب. طقت راح يوقع راح يوقع
باشرت هذا اليوم قطعات جهاز مكافحة الإرهاب والقطعات الملحقة معها في تحرير مركز ناحية القيارة من محورين رئيسيين وإضافة إلى محورين فرعية. الحمد لله والشكر استطاعت لحد هذا الوقت قطعاتنا أن تنجز أهدافها المرسومة وبوقت قياسي جدا. احنا حقيقة باشرنا بإلقاء منشورات بفترة سابقة لإخراج العوائل القريبة من خطوط داعش، داعش منعت العوائل من الخروج. باشرنا أيضا بإيصال رسائل لأهلنا بالقيارة بالابتعاد عن المناطق اللي تواجد بها داعش، أيضا الابتعاد عن المنافذ أو الخارجية للمباني. والحمد لله والشكر لحد الآن كل مصادرنا تقول أنه ماكو خسائر مباشرة بالمواطنين. طبعا خلال معركة القيارة تم إنشاء خطة نارية لإسناد تقدم القطعات وتحرير منطقة القيارة، وبدينا بالقصف التمهيدي الساعة 400 اليوم هذا اليوم، والحمد لله يعني استمر القصف التمهيدي ساعة كاملة. بعد ذلك تقدمت القطعات إلى الخطى المرسومة لها، وأثناء تقدم القطعات تم إسناد القطعات بنيران ساترة لعدم تدخل العدو وإيقاع أكبر الخسائر به وإضعاف معنوياته، والحمد لله تمت نجاح الخطة بنجاح وبدقة معلومات.